سؤال: كيف يمكن للعرب اليوم الوصول إلى منطقة خالية من الصراعات؟ أولا مساء الخير أخوي مساء سهل النور. ولقناة روتانا. اليوم الحقيقة يجب أن نعرف من هي المملكة العربية السعودية، وهي الحقيقة طبعا من تقود العالم الإسلامي والعالم العربي، وكذلك أيضا المنصات الدولية باعتبار أن المملكة تعتبر إحدى الدول التي تقود G20، وكذلك أيضا من الدول التي تقود يعني الطاقة على مستوى العالم. ولذلك يعني قدرت المملكة العربية السعودية من بعض الدول التي كانت تعتقد، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا، بأن تتحكم في كثير من الأمور داخل المنطقة الخليجية والمنطقة أيضا المنطقة العربية، بالإضافة إلى أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط. المملكة الحقيقة بحثت عن حلفاء جدد وحلفاء قويين، خاصة الصين وروسيا، بالإضافة إلى باكستان والهند، وكذلك بعض الدول الأوروبية الشريفة، وكذلك ايضا الدول العربيه التي يعني يعزى لها اليوم وجودها في المملكه العربيه السعوديه. وهذا دليل قاطع على ان الدول العربيه لديها قدره كامله في اداره الصراع العربي ودمج الخلافات او جمع الخلافات التي مع الاسف الشديد اجزت من خلال بعض الظروف التي حلت في بعض الدول، خاصه في اليمن، وكذلك ايضا في العراق ولبنان وسوريا، بالاضافه الى يعني الدول خاصه فلسطين التي تعاني من ويلات الاغتصاب الاسرائيلي. اعتقد ان كلمه الامير محمد بن سلمان حفظه الله اليوم دلاله على قاطعه على ان العرب قادرون باذن الله تعالى ان يديروا الملفات العربيه والملفات ايضا العربيه الاسلاميه. يجب الحقيقه ان نخرج بمنأى عن الولايات المتحده الامريكيه وعن فرنسا وعن المانيا، ونتمنى الحقيقه ان يعودوا الى رشدهم ويكونوا فعلا بناء ولا يكونوا ايضا معبر هدم، خاصه اننا فقدنا كشعوب عربيه في الامم المتحده وجودها وقوتها وكذلك ايضا ثرائها. مع الاسف الشديد الان يعني الان التفات كامل لجامعه الدول العربيه، باعتبار ان الجامعه الدول العربيه يلتفت حولها الدول الكبرى، وخاصه يعني لاحظنا اليوم توافد زعماء الدول الخليجيه والدول العربيه تقديرا لمكانه خادم الحرمين الشريفين ولسمو السيد ولي العهد. ولذلك المملكه تقود هذه القمه باحترافيه عاليه وواضحه وايضا بشفافيه عاليه. يجب ان يدرك العالم بان العرب قادرون على اداره ملفاتهم، فقط يجب ان نعري كثيرا من القضايا التي كانت من ورائها بعض الدول التي لها مصالح مع الاسف في تاجيج الصراعات داخل المنطقه العربيه. اليوم ينقصنا شيء واحد فقط، هو الالتفاف العربي والمصداقيه العربيه بعد هذه القمه، ان يكونوا فعلا يدا واحده ولا يلتفتوا لبعض المؤثرات الدوليه، خاصه بعض الدول التي قد تتاثر احيانا بعد القمم في بعض المشورات او المشاورات مع بعض، خاصه من الولايات المتحده الامريكيه وغيرها. نعم.